قلتي والله الا داز واحد السؤال بنت لي فيها، قلتي اكادير ما قريتوش. الان بون كوراج، توفيق، الله يحفظك خويا، عيد مبارك سعيد، امينه سولار، الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. الختمه 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 خويا، شوف هذيك 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 شي حاجه، هذيك شي حاجه لا غنى عنها، هذيك شي حاجه لا غنى عنها، هذيك قاعده اساسيه ديال الخدمه الخدمه الخدمه، وحتى شي حاجه ما كتعطي النتيجه من غير هذه الخدمه 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 فاهم. فهمتي ديما كما كنقول، ما تقلبش على شي حاجه سهله على حقيقتاش، فهمتي الاكثريه دابا تيقلب على ديك الايزي ماني وجيت ريتش كويك، فهمتي بغا ديك الفلوس السهله ويدير لاباس بالسربه، وهاد الجوج ما كاينينش، فهمتي ما كاينينش هاد الجوج هادو. واللي قال لك كاينين خاص ترد مع البال، لان فهمتي بغا يبيع لك شي حاجه، بغا من الاخر بغا يدي لك رزقك، بغا يقول لك راه كاين واحد الطريقه دير بها الفلوس بالسربه باش يدي لك رزقك. وكما كنقول ديما فهمتي، راه ات تيك تايم، تاخذ اي حاجه، اي حاجه مزيانه في الحياه كتاخذ الوقت. غتمشي عند شي واحد عنده شي بادي مزيان، خضى ليه الوقت. غتمشي عند شي واحد عنده شي شانيل ديال اليوتيوب مزيان عجباتك، عنده مليون سبسكرايبر، جوج مليون سبسكرايبر، خضات ليه الوقت. غتمشي عند شي واحد فهمتي عنده شي حاجه مزيانه، خضات ليه الوقت. اي حاجه كتاخذ الوقت، لان ديك جيت ريتش كويك هذيك واحد الفاي ممكن تستعملها. مثلا عندك شي برودوي انت باغي تبيعو، ما عرفت شي برودوي ديال كليك بانك، ديال تي وعد الناس فهمتي، عطاهم الله تي وعد الناس انهم يديروا الطروه بالزربه ويديروا لاباس، من حقك تمشي تبيعو لهم فهمتي، لان كاينين بزاف ديال المضافكر كيعيشوا معانا باغي يدير الفلوس بالزربه. انت كي غادي دير الفلوس غادي ديرهم بشويه على ظهره هو اللي بغى يدير الفلوس بالزربه، تمشي تاخذ داك البرودوي من كليك بانك وغادي تمشي تبيعو ليه هوايا فهمتي، داك اللي عطى الله البرودويات اللي كيوهموا عباد الله انهم غادي يديروا الفلوس بالزربه، وترتو لك برودوي ديال الفوركس تريدينغ كذا كذا، توهمو ما انه غادي يدير هو الفلوس بالزربه، غتبيع ليه بيان سور، واجي خلص داك البرودوي انت تاخذ الكوميسيون، انت ما غاديش دير الفلوس بالزربه وما غاديش دير لاباس بالزربه، غتمشي بشويه وغادي دير الفلوس. ولكن بزاف ديال الناس في هذا العالم هذا مبارطاجين معنا، هذا العالم هذا ساكنين معنا، عرب وكورو اجانب وكلشي، بغاو يديروا الفلوس بالزربه. حاليا ولات لا مود هي بغينا شي فلوس سهله وبغينا شي فلوس بالزربه. هاد الهضره ما كايناش وما صحيحاش وما يمكنش ترى، ولكن كاين اي حاجه كاين عندها الايجابي والسلبي. الايجابي اللي الماركترز استعملوه هو ان اجي نقادو شي حاجه نستغلوا هاد الناس هادو، هاد المضافكرز هذا اللي بغى يدير لاباس بالزرب. او هذا ما كان او قيس عليها اي حاجه، اي حاجه كيجي شي واحد تيقول لك اه راه عندي لك واحد الطريقه، واحد البيزنس تحط فيه 600 دولار كذا كذا كذا، غادي دير فلوس بالزربه، في اتونسيون وهرب معلم، هرب قبل ما يمشي لك رزقك فهمتي. على حقيقتاش وسمع شي واحد كيقول لك الخدمه الخدمه الخدمه، وغادي تخدم وتضرب تماره وغادي تقاتل وغادي تجيب السلعه وغادي ديوانيها وغادي ديوانه فهمتي، النفس ديالك غادي تبغي تطلع وغادي تسطا وغادي يعصبوك وغادي تمشي من بيرو لبيرو ومن بيرو لبيرو ومن بيرو لبيرو، ومن بعدها فهمتي عاد تخرج السلعه ديالك وعاد تتصادم مع الواقع، ويقدر ديك السلعه اللي جبتي منها 1000 تلقى طرات خوفيش فيها وصلات كي 900 وكذا. هذا هو الواقع، مي هكا كيديروا الناس الفلوس فهمتي. هو ما بغاش هذا الواقع اللي هو قاصح، ما بغاش هذا الواقع، هذا الواقع هو هذا، الناس ما بغاتش الواقع، بغات شي حاجه ايزي عند جيتر شكويك. لا ما كايناش. ما هي القضيه اللي تنقول زوينه هي ان في صالحك ان الناس ما تكونش، في صالحك ان الناس ما تكونش باغا هذه الخدمه 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 وتضرب تماره وتدوز الديوانه وكذا. عرفتي شحال ديال الناس موقفه هذه الديوانه؟ راه المغرب كامل كاع فهمتي، دوك لي جروب ديال الجروب كاملين ديال فيسبوك كندوز انا كنضرب طليله، تيبان ليا كاملين عندهم واحد المشكل هنايا، ما عندهمش مشكل هنا، كاملين عارفين الطريق، كلشي غادي يطلقوا قدام شوبيفاي وتعطيه فيسبوك وكذا، تيجيبوا السيلز كاملين ياك، كيجيبوا السيلز كاملين هذوك خوتنا اللي تما تيجيبوا السيلز كاملين، مابقاش عندهم مشكل في الفيسبوك ادز والشوبيفاي وكاد ستور وداك الشيء، مابقاش عندهم مشكل. كتجي كتقول ليه يلا سكيلي اصاحبي دابا كادي دير مع الديوانه فهمتي، واحد المشكل باقي هنايا، انت داك المشكل اللي باقي هنايا شنو اللي يميزك عليهم هو انت اللي تحاول تخطى داك المشكل اللي ما قدروش يتخطاوه هما. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.